واحنا ما زلنا في الاستعدادات، حاله الاستعدادات القصوى للعيد في كل شبر في ارض مصر، وكل بطريقته. الشوارع بتستعد، البيوت بتستعد، الطرق، الاجهزه التنفيذيه، الاجهزه الامنيه. ده شكل استعدادات العيد بالمناسبه واللي تعودنا عليه. لكن العيد السنه دي احنا متفقين انه جاي في جو لطيف جدا، الجو حلو، الوقت حلو، مايو من الشهور اللطيفة، لا حر قوي ولا برد قوي. فطبعا اسكندرية المقصد الأول لمعظم الناس اللي بتتمنى أنها تقضي أجازة عيد جميلة ولطيفة في اسكندرية. فكان السؤال واجبا لمحافظة اسكندرية عن استعدادات العيد واستعداداتهم كمان لاستقبال متوقع لأعداد كبيرة من الناس. معنا على تليفون سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك بألف خير. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. يعني اسكندريه لا خلاف على انها في اي وقت بصراحه، مش بس في العيد، هي المكان الاجمل. فعايزين نعرف من حضرتك استعدادات العيد تحديدا لاهل اسكندريه ولزوار اسكندريه، المتوقع انه بالتاكيد حضرتك عندك معلومه دقيقه لتوقعات الاعداد اللي ممكن تكون بتتوافد على الاسكندريه في اول وثاني وثالث ايام العيد. أكيد طبعا، يعني بعد ما بنهني كل شعب مصر بعيد الفطر المبارك، أحب أقول لهم إن اسكندرية استعدت وتزينت لاستقبال ضيوفها من محافظات الجمهورية كلها. طبعا عارفين اسكندرية مقصد لكل محافظات الجمهورية، بيشرفونا مش في العيد بس، لا ده في عيد الفطر وعيد الأضحى القادم لغاية ما ينتهي السيزون موسم الصيف اللي بيستمر معانا 5 شهور تقريبا. لكن المناسبة زي ما قلت حضرتك مناسبة سعيدة ان احنا بنبدأ السيزون نفسه مع عيد الفطر المبارك. خليني اقول لك ان كل الاجهزة التنفيذية في محافظة اسكندرية والمديريات التابعة للوزارات كلها مستعدة تماما من الاسبوع الماضي لاستقبال ضيوفنا. اول حاجة لو اتكلمنا عن المواد التموينية والسلع الاستراتيجية والسلع الاساسية، الحمد لله كله متوفر تماما في جميع المحلات وسلاسل المحلات. عندنا المستشفيات في حال جاهزية كاملة، الإسعاف في حال جاهزية كاملة. أهم حاجة بقى اللي يهمنا احنا كده ممكن الناس تحب تسمعه، ان احنا الشواطئ والكافيهات الجميلة بتاعت اسكندرية كلها في على أتم الاستعداد. يعني ما فيش زي ما كان بيحصل من فترة، وده سؤالي بقى تحديدا لحضرتك، المشروعات الكتير والأماكن الكتير كانت مغلقة للتطوير، قول لنا بس الحالة وصلت لحد فين؟ كان في شواطئ كتير حتى قيد التطوير الفترة اللي فاتت. خليني أقول لك الأمر الأهم ويهم أهلنا البسطاء على مستوى المحافظات كلها، إن إحنا السنة دي فتحنا شاطئ كبير جدا مجاني آخر. احنا كنا السنه اللي فاتت فتحنا شاطئ المندره في شرق اسكندريه. السنه دي بنفتح شاطئ في منطقه الانفوشي في مدينه اسكندريه في الغرب، عشان يبقى عندنا 2 شاطئ مجاني لاهلنا البسطاء اللي بيشرفونا من المحافظات كلها. بخفف شويه الزحمه. الشواطئ دي زي ما قلنا في الشاطئ الاول في مكان محدد وموقع محدد لذوي الهمم عشان يستمتعوا معانا في البحر. والسنه دي عملنا فيه عمليات تطوير كبيره جدا. الشاطئ المجاني الجديد يسع 1000 اسره في اليوم، جاهز تماما بالشماسي والكراسي وكل حاجه، حمامات وغرف خلع الملابس، كل الاستعدادات الخاصه باستقبال ضيوفنا فيه موجوده وجميعها مجانا دون مليم واحد. حلو قوي، يعني وده طبعا ده حق الناس. يعني يعني اسكندريه فيها دلوقتي شاطئين، 2 شاطئ مجاني، كل شاطئ منهم بيشيل 1000 اسره. حلو جدا. طبعا اسكندريه تساع لمده 5 شهور. طيب المنطقه برضو اللي مشهوره جدا انها مقصد مهم، وانا عارفه انه فيها تطوير وانشاءات ما زالت قيد يعني التنفيذ، منطقه القلعه، ايه الاخبار في منطقه القلعه تحديدا؟ ما هي منطقه الانفوشي يعني متاخمه تماما ومجاوره لمنطقه القلعه. القلعه احنا كان فيها عمليات تطوير كبيره جدا خاصه بحمايه الشواطئ عشان النحر اللي بيحصل في البحر، والحمد لله تم انتهاء العمل منها تماما. كل الحدائق والمتنزهات في مدينة اسكندرية جاهزة تماما، ده بالإضافة للشواطئ. خلينا أقول لك حاجة تانية، يعني احنا عندنا 6 شواطئ أخرى في مدينة اسكندرية، سعر كل فرد 5 جنيه فقط لا غير.
ثم عندنا 53 شاطئ اسعارها بتتراوح من 10 جنيه ل 25 جنيه اقصى حاجه. الشواطئ المجانيه طبعا الاسره بتدخل هتلاقي كراسي، هتلاقي شماسي موجوده لكل اسره وكافيه جدا. الشواطئ الاخرى التذكره اللي ب 5 جنيه بيلاقي شمسيه وكرسي. كل الشواطئ فيها مستعده تمام، فيها منقذين، فيها نقطه اسعاف، فيها غرف خلع الملابس. حلو ان حضرتك بتقول كده، لان البعض ممكن يفتكر ان اسكندريه دي كلها ما فيهاش غير شاطئين مفتوحين للناس، يعني ده توضيح مهم من حضرتك انه ده دي شواطئ المجانيه تماما، وفي شواطئ باسعار مختلفه للدخول. احنا عاوزين نقول انها اسعار بسيطه جدا. وانا راعيت السنه دي مع المستاجرين ان الاسعار ما تزيدش عن السنه اللي فاتت او اللي قبلها او اللي قبلها، نفس الاسعار هي هي، عشان برضو تكون في متناول الأسر البسيطة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. وإحنا بنتكلم عن مجهودات الدولة، استعدادات الدولة، استعدادات الأجهزة التنفيذية، لازم ما ننساش نتكلم عن ثقافة الاحتفال، لأنه إحنا برضو عندنا جزء كده غريب ليه دعوه بانه اهو دلوقتي مثلا سياده محافظ بيقول لك هتدخل تلاقي شمسيه وكراسي، او طبعا حتى لو انا دافع ايجارهم، بس لو دافع ايجار حاجه مش معنى حاجه، مش معنى ده ان انا اخربها. لو انا داخل شاطئ مجاني مش معنى ده انه مباح وانه اعمل كل حاجه غلط وان انا ارمي كل حاجه في كل حته. في شويه سلوكيات، ودي اللي كمان بنتمنى انه الاجهزه التنفيذيه تبقى بتساعد في ضبطها، هو انه مكان مجاني مكان شعبي، لكن ايه اللي يمنع انه يفضل مكان نظيف وانه يفضل مكان منظم وانه يبقى فيه قوه كده لفرض قانون ونظام على الجميع، حتى يا جماعه لو ببلاش. هو ابدا النظافه والنظام ما هياش يعني تخص فئه بعينها والناس التانيين نقول معلش اصل غلابه وبيفرحوا، لا، الغلابه اغنياء بالتعفف واغنياء بامور كتير ليها دعوه بعزة النفس والنظافة واحترام الوطن والقيم الكتيرة دي اللي نتمنى نشوفها بتحصل في العيد. ما يبقاش العيد يتحول إلى مناسبة عشوائية بأي شكل من الأشكال، ولا حاجة تفسد فرحة الناس بالعيد.